بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. نستكمل حديثنا في Chapter 5 من مادة Intermediate Accounting. وفيديو اليوم يتناول Presentation of the Statement of Financial Position، طريقة عرض قائمة المركز المالي. طبعا في عنا طريقتين للعرض مشهورات بين الشركات، اللي هو Account Form، طريقة الحساب أو T-Account، وفي عندي طريقة Report Form اللي هو طريقة التقرير. طبعا المعايير الدولية متمثلة بال IFRS does not specify the order or format of the items in the statement. لم تتدخل المعايير الدولية في هذا الشأن وتركته للشركات، يعني ما حددت فورمات معين أو طريقة عرض معينة لعرض الـ items لعناصر الميزانية العامة وطريقة عرضها لليوزرز. بشكل عام في عندي two general forms، في عندي شكلين متداولات بين الشركات. الشكل الأول اللي هو الأكاونت فورم، اللي هو شكل الحساب أو التي أكاونت، بكون بهذا الشكل. يعني لو عملنا هيك بكون بأخذ حرف تي. الآن الأسيتس يتم وضعها في الليفت سايد، يعني هون هي لما نحط الاسيتس، والايكويتي والليابيليتيز بتم وضعها في الرايت سايد. هنا بنحط الايكويتي وهنا بنحط ايش الليابيليتيز. هذا هو الاكاونت فورم. طيب الشكل الثاني هو الريبورت فورم، وهو بكون على شكل تقرير. الان راح نشوف ريبورت فورم موجود في الكتاب المقرر. خلينا ننزل نشوفه. هاي بهذا الشكل. طبعا هنا اسم الشركه وهنا اسم القائمه اللي هو ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن، وهنا التاريخ. طبعا هذا الريبورت فورم هو يعرض البنود بعناوينها عنوان بعد عنوان. فبنلاحظ هنا في عندي الاسيتس، ببلش في الاسيتس. هنا مثلا هذه الشركه عارضه اللي هو النون كرنت اسيتس في البدايه. في شركات ببلشوا في الكرنت اسيتس، يعني ما في عندي قاعده. طيب النون كرنت اسيتس اول شيء بحطه اللونج تيرم انفستمنتس، الاستثمارات طويله الاجل. وطبعا هنا في عندي امثله على انفستمنتس ان هيلد فور كولكشن سكيورتيز، وفي عندي لاند هيلد فور فيوتشر ديفلوبمنت. طبعا اخذناها من قبل هذه الامور، هيهم هنا وهي جميعهم. في عندي بعدها من النون كرنت اسيتس بروبرتي بلاند اند اكويبمنت، اللي هي الالات والمعدات، وتتكون من والممتلكات، اللي عندي لاند، في عندي بيلدينجز، في لها اكيوميليتد ديبريشيشن، هاي الصافي لها. بعدين بقى اطلع التوتال لبروبرتي بلاند اند اكويبمنت، اللي هو مجموع اللاند زائد صافي البيلدينجز، اللي هو البوك فاليو للبيلدينجز. الان بعدها من ضمن النون كارنت اسيتس في عندي انتانجبلز، انتانجبل اسيتس اللي هي اصول غير ملموسه. في عندي مثلا في عندي كابيتالايز ديفلوبمنت كوست اللي هي تكاليف تطوير مرسمله. في عندي goodwill، في عندي other identifiable intangible assets، أصول ملموسة أخرى بكون 28,000. الآن مجموعهم هذول 100,000. الآن نجمع ال long term investments ونجمع معهم ال property plant and equipment ونضيف عليهم ال intangibles، بنحصل على 947,100. هذول total non current assets. الآن نيجي بعدها لل current assets، هذا العنوان الثاني. طبعا هاي بنوده inventory prepared expenses، في عندي accounts receivable مع الالوانس اللي إلها، allowance for doubtful accounts، بيطلع اللي هو neutralizable value اللي إلها، القيمة القابلة للتحصيل. بعدها في عندي اللي هو short term investments، استثمارات قصيرة الأجل. بعدها في عندي cash and cash equivalents، النقد والنقد المعادل. الآن بنجمع اللي total current assets، بكون هذا هو الرقم. الآن بنجمع التوتال نون كرنت اسيتس مع الكرنت اسيتس، بيطلع عندي اللي هو التوتال اسيتس. الان خلصنا بهيك احنا اللي هو جانب الاصول. الان بعدها بدنا نحط الايكويتي اند لايابيليتيز، او ليش هنا نبلش في الايكويتي. الان في شركات ببلشوا في اللايابيليتيز، هنا ببلش في الايكويتي، وهي بنودها اللي هو الشير كابيتال والبريفرنسز والاوردينري والبريميوم للشير بريفرنس، وشير بريمير للاوردينري شيرز وريتيرن ايرنينجز. بنكمل هنا في عندي اكوميليت اذر كومبريهنسيف انكم، في عندي لوسز، في عندي خسائر.
الآن في عندي تريجري شيرز اللي اسم خزيني، طبعا هذه تطرح، هذه تطرح دائما، بيطلع عندي اللي هو الإكويتي للأونرز الأصليين، وفي عندي هنا للنون كنترولينج انترست، فهنا بيطلع عندي اللي هو التوتال إكويتي. بعد بنيجي على اللي هي الليابيليتيز، هنا نبلش له في النون كارنت ليابيليتيز، هاي في عندي بوند ليابيليتي، ليابيليتيز ديو جانيوري 31 2028، في عندي بروفيجنز، هاي التوتال نون كارنت ليابيليتيز 500,000. بعدها في عندي الكارنت ليابيليتيز نوتس بايبل الى اخره، هاي التوتال كارنت ليابيليتيز. الان بجمع النون كارنت والكارنت ليابيليتيز، هاي مجموعها توتال ليابيليتيز. الان بجمع توتال ليابيليتيز مع توتال اكويتي، بنحصل على التوتال اكويتي اند ليابيليتيز. هذا هو الريبورت فورم، وهو الاكثر استخداما يعني على، خلينا نقول على نطاق فلسطين، عندنا في فلسطين هو هذا الاكثر استخداما. يعني لو شفنا مثلا تقرير مثلا لشركه بيرزيت على سبيل المثال، نروح على البالانس شيت لإلها، هاي بالانس شيت، هاي الميزانيه العامه، نشوف كيف هم مبلشين. موجودات، لاحظوا موجودات متداوله، لاحظوا هنا مبلشين في الكارنت اسيتس وحاطين النقد وما في حكمه اللي هو الكاش اند كاش اكوفيلنت، ريسيفبلز، انفنتوري. طيب في عندي بعدها هنا حاطين المجموع، بعدها حاطين اللي هو النون كارنت اسيتس، وهي حاطينهن. في عندي هنا بعدها بيجمعوا اللي هو الاسيتس، طبعا هنا على شكل ريبورت، على شكل ريبورت. في عندي البند الاخر اللي هي المطلوبات وحقوق الملكيه، هنا بلشوا في الكارنت ليابيليتيز، بعدها طبعا بيجمعوهن، بعدها حطوا النون كارنت ليابيليتيز وجمعوهن، بعدها حطوا اللي هو الاكويتي، هاي بيود الاكويتي، واوجدوا مجموع الاكويتي توتال اكويتي، بعدها بوجدوا اللي هو التوتال اكويتي اند ليابيليتيز. هاي بهذا الشكل، يعني موضوع واضح وبسيط ان شاء الله. طبعا هنا بقرر الكتاب هذا الوضع، وانه يعني الايفرس لم تحدد فورم معين واوردر معين، وبيحكي انه مثلا some companies present assets first followed by equity and then liabilities، يعني بقول انه بعض المؤسسات والشركات اول ايش بحطوا الاسيتس وبعدين بحطوا الايكويتي وبعدين liabilities. الان other companies، شركات اخرى، شو بتعمل؟ بتحط اول ايش الكرنت اسيتس في الاول في بند الاصول، بعدين بتحط الكرنت liabilities في بند الالتزامات، وهكذا. وطبعا في هذه الفقره بكرر انه يعني في شكلين لعرض الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن، في عندي الاكونت فورم وفي عندي الريبورت فورم اللي احنا شفنا عليه مثال. يعني هذا هو موضوعنا ببساطه، ارجو انه يكون واضح للجميع، والسلام عليكم.